بحب الناس وبحط نفسي مكان الناس. يعني انا الزبون اللي جاي يركب ده مثلا، ما فرضنا ان انا مش انا حسام او مش انا اللي ماسك الموقف، واصله وبعامله من جوايا باصلي عشان اما اكبر بكره الاقي اللي عاملني برضه نفس المعامله، معامله حسنه. انا عرفت صراحه دركات شعارك الادب زينه الرجال. لا زينه الرجال الادب، زينه الرجال الادب. دي شعاري في الدنيا. زينه الرجال الادب، عشان انا عيب ان انا اقول معلش، سني ما يسمحش ان انا اغلط اقول معلش. يعني حوار بقى اللي الناس تقول لك ايه جل ما لياس وبتاع، لا السن ما يسمحش والوقت اللي انت فيه ما يسمحش. يعني الحاجه اللي هتعملها تحاسب عليها، ما مش هينفع تقول اي حاجه تانية. انا عرفت لما بيكون في ازمه في المرور في الموقف انت بتخرج تساعد رجال. طبعا انت متعاطف معاهم او بتوع المرور. ايوه طبعا، مش المرور بس والمرافق واي حد. لو شفت جنازه معديه والشارع مقفول بطلع اجري ماشي الشارع اساسي يعني. ولو الشارع مقفول مثلا اهو زي الوقت الكوبري مقفول، بتصل مثلا في عين السيره من الامن اللي واقفه. واقفه ايه سبب ايه سبب قله السحب؟ بناء عليه ببقى قاعد في مكاني وعارف اللي حواليا ايه. زبوني يكتر هنا والعجل يقل، فبضطر ان انا اتصل على اي سواق اللي نازل الاستراد او نازل دايره او نازل صلاح سالم، بعرف العطل منين عشان اعرف ارد على الزبون اللي بيسالني. ما انا مش هعرف ارد طالما مش عارف، مش معقول اقول له مش عارف. صح، لازم افهم ايه العطل، العطل عشان كذا 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 كذا. يبقى هو واقف ومقتنع معايا مستحملني حاجه، وبحكم ان هو معايا على طول فهيستحملني، مجبر ان هو يستحملني. هو عارف ان انا ما بقبلش استنى عليه ان هو يقعد او يفضل مرمي. طب تعاملك ايه مع السواقين يا حاج؟ اخواتي. اخواتي. سواق بيزعل زبون او لا يفرض تعريفه زياده؟ لا مع... لا 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 بتعمل معاه ايه؟ لا ما عندناش الكلام ده. ما بيحصلش. ما عندناش الكلام ده. بتكلم من هنا طبعا. ايه رايك في الحاج حسام ابو الرجال؟ راجل راجل واخ لينا، وبعدين هو مش غريب عننا، متربيين كلنا ويا بعض. وما بيشوفنا بيشوف كل الزباين كلها بيركبهم كلنا اي حد. وانت كل يوم بتيجي تركب من هنا؟ ان شاء الله، ما احنا هنا سوقنا هنا. اي حد بيزعلك طبعا بتلجأ للحاج حسام؟ لا مفيش حد بيزعل حد طبعا، طول ما هو وجوده معانا مفيش حد بيزعلنا. وانت يا حاج؟ ما انا بقول لك طول ما هو معانا وجوده معانا مفيش حد بيزعلنا. وهو مخلي باله من الموقف، يعني مفيش حد بيزعل حد. كل يوم بتيجي تركبي برضه يا حاج؟ كل يوم. كل يوم بنيجي نتفرج. محدش من السواقين بقى بيزعلكم ولا بيضايقكم؟ لا السواقين كلهم واخواتنا وكلهم ولادنا. كلهم ولادنا. عايز ايه؟ ماشي يا حاج. ماشي يا حاج. شكرا يا حاج. عشان يعني الناس دي عارفه ان في واحد رقيب عليها، وعارفه ان الزبون اللي بيركب صاحبي واخويا وحبيبي وعشره عمر، عارفه ان هو هيجي يقول لي، فما بيحصلش بناء عليها الكلام ده. بس طب ايه اكتر حاجه بتزعجك في شغلك؟ حاجه بتضايقك من السواقين ومن الزباين؟ الاشاعات. زي ايه؟ يعني ما اصل انت لما تيجي تقول للواحد اشاعه قبل ما تقولها للصحافه، صباح الفل يا عمي، اتفضل يا عمي. لو انت ممكن تقولها للصحافه، لا انت ممكن تقولها لسواق ميكروباص، هيشاعه اكتر من الصحافه. فاهمني؟ هيقولها في وسط 14 نفر، 14 نفر الصبح واحد منهم راكب عربيه فيها 14 تانيين، فهو قاعد جنب السواق فبيحكي له. فاهمني؟ فاللي بيتعب من الاشاعات. ايه اكتر اشاعه حصلت في الفتره اللي فاتت؟ ان قال لك هيخربوا الدنيا، والحمد لله ربنا كسف الناس كلها. مين دول اللي هيخربوا الدنيا؟ احنا مش عايزين نوحش حد ونحل حد. الحلو حلو بفعله والوحش وحش بفعله، عشان ما نسميش حد. ما هو في بعض الاشخاص برضه بتعمل افعال بتؤدي لتهدير السلم العام والامن القومي، بياخد جزاءه. يعني انت شايف ان الامن رجع ولا لسه محتاج ان هو يعزز من موقفه؟ هو رجع، والشعب كان متعاطف معاه وما زال متعاطف معاه، فحتى بناء عليه لما بيجي مثلا يعني اي حد بيجي يزعل او من حاجه بيجي مثلا يشكي لي، فبعرف اخده واتكلم معاه واقول له ده غصب عنه
طالما انت نضيف هيجي لك ليه كده يعني. اصلا يعني دلوقتي الشرطه بطلت ان هي توقف المسوقين وتبتدي ان هي تقول لهم حاجه غير الرخص زي الاول ولا خلاص؟ ما هو احنا الاول ما كنتش بسمع لحد يعمل حاجه هنا، كنا انا عليها برضو ما حدش بيعمل حاجه، يا ثوره او مش ثوره، احنا زي ما احنا يعني ما اتغيرناش. يمكن يعني الموقف الوحيد اللي هو يعني على الصراط المستقيم. حاج حسام، كل المواقف دي تبع الاحياء او تبع محافظه القاهره؟ طبعا محافظه. تمام. حضرتك هل في حد بيشرف عليكم المحافظه او في مكتب مثلا لمراقبه؟ ايوه، في فوق عميد احمد الجهري، هو مسؤول عن الميدان كله اساسي يعني، ومتواجد لحد 3 العصر وعبر الهاتف لو في اي حاجه. طب هو سبب نجاح الموقف بتاعك يا حاج حسام في النظام زي ما انت قلت؟ الحب. بنتكلم الحب، قلت الحب والنظام. والنظام سبب تقدم الدول بس كده. انت مطبق النظام هنا؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ده ما انا لو ما حبيتش واتحبيت مش هعرف اعمل اللي انا عايزه. يعني معناه ايه اللي اعمل اللي انا عايزه؟ الناس على الاقل مش هتبقى واقفه، ممكن الناس تهيج يعني مع الزحمه، الناس تتضايق تبدا تطلع لفظ وحش. فبناء ان انا متواجد قدام عارفه ان حسام ما بيحبش الغلط مش هيغلط. طب هو الموقف يبقى على طول زحمه كده ولا النهارده بصراحه؟ لا ده النهارده عشان المطره بس. في تكثف مطره هنا في صلاح سالم، والبلعات اللي هي صرف النظر دي يعني بيقع فيها كمامه وبيقع فيها حاجات يعني بتتسد. النهارده يا حاج صورناك وانت موقف عربيه خاصه وبتجمع مجموعه ستات يبقوا موجودين في مكان وهتجيب لهم عربيه لوحديهم. أيوه. الكلام ده بيتم كل يوم ولا مش بوجوده ولا النهارده بس عشان المطره؟ ده شعاري، بحط نفسي مكان الام اللي واقفه او اختي او مراتي. يعني كل يوم بتحاول جاهدا ان انت تجمع الستات اللي معاهم رجاله؟ مش كل يوم، مش كل يوم بكون في زحمه، بخاف على الحريم. طب ايه ساعه الذروه اللي بيبقى فيها زحمه؟ اللي هو زي النهارده كده مثلا، النطره موضوع نطره حادثه. لا موضوع النطره ده حاجه طارئه يعني، وحادثه برضو. في اليوم العادي انا يعني الوقت اللي بيبقى فيه زحمه وكثافه والعربيات واقفه على اعصابك؟ لا وعربيات واقفه واقف. يعني عربيات واقفه ولا الزباين قليله؟ يعني عربيات واقفه بره هتاخر العربيات اللي جايه من بره، والناس اللي واقفه اكيد هتكتر. فين يعني ساعه خروج الموظفين بعد الظهر العصر بالليل؟ هو يعني اقوى ساعة بتبقى في المنطقة دي اللي هي بتاعت من 7 الصبح لحد 10، بيبقى العمال كلها راحة شغلها فاهمني، واللي نازل معاه 5-6 صناعية، معاه 20 صناعي، واللي نازل رايح شغله وعربية الموظفين، واللي واقف بيفطر فول بينعطل السكة، واللي واقف بيجيب حاجة بالسجاير الصبح نازل من بيته معاه السجاير. هنا من هنا بقى الزحمة. طيب بالنسبة لتحديد الأجرة بتاعت الميكروباص، يعني في الثلاث سنين اللي فاتوا دول الأجرة بقت متغيرة، احنا المدى كل ما بتزيد. لا على فكرة احنا يعني يمكن الخط الوحيد. انا عايز اعرف يعني هي بتزيد ليه؟ يعني كان في أزمة صور فالأجرة زادت بتوع الميكروباصات، فالأزمة اتحلت دلوقتي، هل الأجرة ممكن ترجع تاني؟ لا احنا ما زودناش على فكرة. لا بالنسبة للمواقف التانية يعني هو اللي بيزود العشوائي اللي هو ما حدش هيسأله حاجة داخلي. هو العجل القليل يعني السواق هو اللي بيزود الأجرة. طبعا. لكن ما فيش تسعيرة؟ في تسعيرة بتبقى المحافظة محددة لك. طبعا اللي هو بناء عليه بيدفع السرفيس اشتراكه. الموقف اللي احنا فيه ده يعني كم خط فيه؟ يعتبر 2-3 خط اللي هو رابعة وعباس شمل الاسترات دوت. الأجرة موحدة من بعد الثورة لحد دلوقتي زي ما هي، ما فيش حاجة زي لا 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 مفيش كلام. بص حاجه انا لاحظت حتى لما كان في بعض اتفضل لاحظت في كلامك انت ما شاء الله طول ماشي بتذكر ربنا طول العبد الفقير الصغير. طبعا يعني بتفرح ان يقولوا لك يا ابو الرجال ولا يا حاج حسام ولا عاشور. اول حاجه دي. اتمنى ان يعني انا إيه اتمنى الالقاب ديت يعني احكي لنا مواقف انت يعني عملتها خلت الناس حبيتك كده. بحط نفسي مكان الناس.